في أحد الأيام كان هنالك ثعلب يتمشى في الغابة، وفجأة رأى عنقود عنب يتدلى من أحد الأغصان المرتفعة. هذا ما كنت أحتاجه لأطفئ عطشي، قال الثعلب لنفسه مسرورا. تراجع بضع خطوات للوراء ثم قفز محاولا التقاط العنقود، لكنه فشل، فحاول مرة ثانية وثالثة واستمر في المحاولة دون جدوى. أخيرا وبعد أن فقد الأمل سار مبتعدا عن الشجرة وهو يقول متكبرا: إنها ثمار حامضة على أي حال، لم أعد أريدها. العبرة المستفادة من خلال هذه القصة القصيرة: نكتشف أنه من السهل للغاية أن تنتقد ما لا تستطيع الوصول إليه. جاء رجلا إلى سليمان عليه السلام فقال: يا نبي الله، أن لي جيرانا يسرقون لي الوزة. فنادى فجمعهم إلى صلاة الجماعة، ثم خاطبهم فقال في خطبته: وأحدكم يسرق وز جاره، ثم يدخل المسجد والريش على رأسه. فمسح رجل برأسه فقال سليمان: خذوه فإنه صاحبكم.